الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. أخذنا بالأمس قول الشوكاني رحمه الله: ويستحب الاجتهاد في العمل فيها. فيها الضمير يعود إلى ماذا؟ السلام. نعم، إلى العشر الأواخر من شهر رمضان. ما هو الدليل على أنه يستحب الاجتهاد في هذه العشر؟ أنس، وأحيا ليلة. نعم، حديث الصحيحين. قال: وقيام ليالي القدر، أي يستحب قيام ليالي القدر. ما هو الدليل على أن هذه الليالي مستحب قيامها؟ أبو عبد الله، حديث أبي هريرة. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر هل هي ليلة معينة في رمضان أم غير معينة؟ أبو عبد الملك، نعم، الخلاف فيها كثير، الخلاف فيها كثير، ووصل الخلاف أو وصلت الأقوال إلى 40 قولا، وصلت إلى 40 قولا، يعني جاوزت. طيب، ليلة القدر في رمضان أم في غير رمضان؟ عبد النور. طيب، والذي قال بأنها في شعبان؟ نعم، لم يصب أبعد النجع كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله. ما هو الدليل على أن ليلة القدر في رمضان؟ تحروا ليلة القدر في الأوتار، نعم، في سابعة تبقى، خامسة تبقى، ثالثة تبقى، وذكر النبي. طيب، أيضا من الأدلة روسي، نعم، إن أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. طيب، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فما هو الدليل على أنه نزل في رمضان؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من قام رمضان من أوله إلى آخره لا شك أنه يدرك هذه الليلة، أنه يدرك هذه الليلة. من قام السنة، من قام السنة، نعم، على القول بأنها في شعبان أو تتنقل لا شك أنه يدركها، لكن كما سمعنا الصحيح أنها في رمضان و في العشر الأواخر من، وأرجى ما يكون في الأوتار، وأرجى الأوتار ليلة 27. فمن قام العشر قال إن شاء الله قام ليلة القدر، قام ليلة القدر.
هنا نقل عن الحجة البالغة أن ليلة القدر ليلتان، ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، وهذه الليلة ممكن تتنقل، وليلة يكون فيها نزول الملائكة وهذه لا تكون إلا في رمضان، وهذا التفريق ليس عليه دليل، التفريق الذي فرقه ليس عليه دليل. طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، في السبع الأواخر أي من رمضان، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وقال: أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فكان ذلك في ليلة 21. إذن تتنقل، هذه المرة كانت في سنة 21، فهي تتنقل، يعني مرة في سنة في 21، وفي سنة أخرى في 23، وفي سنة في 25، وفي سنة في 27، وفي سنة في 29، وهكذا. هي أرجى ما يكون في الأوتار، في أوتار هذه الليالي، فمن قامها فإنه يدركها إن شاء الله. النبي رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، فرأى أنه في صبيحتها يسجد على ماء وطين، بمعنى جاء المطر ونزل وكفى سقف مسجده وابتل المكان الذي يصلي فيه بالماء، فجاء يصلي يعني سجد النبي على ماء وطين، هذا هو المراد، على ماء وطين، وكان في ليلة 21 كما في هذا الحديث. قال: واختلاف الصحابة فيها مبني على اختلاف في وجدانها. هنا قال يقول رفعت، ما هو صحيح، يعني رفعت بمعنى أنها كانت في زمن النبي ثم رفعت، لا، الذي رفع هو يعني تعيينها، أما هي فهي باقية، هي باقية. قال: ومن أدعية من وجدها، أي من علم بهذه الليلة بماذا يدعو، يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يدعو بهذا الدعاء. وهذا الدعاء عن عائشة، وإن كان الشيخ رحمه الله قد أعله لكن له طريق أخرى، فالحديث صحيح: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا دعاء عظيم، هذا دعاء عظيم، أي الله جل وعلا هو الذي يعفو عن السيئات ويغفر الزلات سبحانه وتعالى، ولا حرج بالدعاء بخيري الدنيا والآخرة، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن الخطأ أن الإنسان لا يدعو إلا بالدنيا ويستعد، بماذا أدعو؟ يا رب أسألك مالا وبيتا سيارة وزوجة إن لم يكن متزوجا،
ويسأل الدنيا، لا، سل الله العفو والعافية، وسل الله حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. وهناك خرافات، بعض الناس ربما يخوف من هذه الليلة مع أنها ليلة سلام، قال الله سلام هي حتى مطلع الفجر، فهذه الليلة هي ليلة سلام، فربما خوف قال فلان أو فلانة، نعم يعني يذكرون هذه من حزاويهم، يقولون امرأة أخرجت رأسها فقالت يا ليلة القدر كبري رأسي، فكبر رأسها فما استطاعت أن تخرجه لأنه صار كبيرا، كان مقصد هذه المرأة الشعر، فلما كبر رأسها قالت يا ليلة القدر صغري رأسي، فصار رأسها صغير جدا، قالت يا ليلة القدر أعيدي رأسي كما كان. هذه خرافات، هذه خرافات من أقاصيص وحزاوي بعض الناس، ما هو صحيح، لكن بعضهم قد يوفق للعلم بها، يعني كرؤيا مثلا كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني إني رأيت في صباحها أني أسجد على ماء وطين، وأيضا من علاماتها أن الشمس تطلع في صبيحتها يعني لا شعاع لها، الحديث رواه مسلم من حديث من؟ من أبي بن كعب رضي الله عنه. أيضا الليلة هي ليلة سمحة، ليلة سلام، أيضا ربما نزل فيها مطر، لأن النبي في صبيحتها رأى أنه يسجد على ماء وطين. الله أعلم في أي واد أنت سامي، أين أنت؟ ها؟ انتبه. طيب، وعلى كل ترى أن بعض الناس وقد وجد، قل هذه الليالي أنا أحرسها، حتى ولو حرستها قم، النبي قال من قام ليلة القدر قم هذه الليالي المباركة، فتراه عاكفا الناس يصلون وهو يحرسها لهم، ولهذا في الحديث من قام ليلة القدر، يقول من رأى من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك أمور عجائب هكذا، عجائب يعني للناس في هذه الليالي المباركة، لكن من وفقه الله للسنة وللعلم النافع ولمعرفة هذه الليلة بأدلتها فيكون على علم وبصيرة. الصحابة، نعم، جاء أنهم كانوا يدعون الله سنة، فستة أشهر يدعون رب العالمين اللهم بلغنا رمضان، وستة أشهر اللهم تقبل منا ما عملناه في رمضان، أو بهذا المعنى مشهور، نعم، فهذه ليالي مباركة وأيام مباركة، نعم، كما قال بعضهم لو أن الإنسان قام على رأسه لم يكن خاسرا، كيف وهو يقوم على رجليه هكذا. ليلة القدر خير من ألف شهر، الملائكة تنزل وتمتلئ الأرض من ملائكة الجبار سبحانه وتعالى، هذا العالم المبارك النوراني الذي لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما أمره الله به،
فهي ليالي مباركة، واشتقنا لرمضان هكذا، هذه الأيام اشتقنا لرمضان، شهر مبارك. قال رحمه الله: وفي المسوى، هذا كتاب المسوى شرح الموطأ، اختلفوا في أي ليلة هي أرجى، والأقوى أنها ليلة في أوتار العشرة الأخيرة تتقدم وتتأخر، ولهذا من قام العشر أدركها إن شاء الله يدرك هذه الليلة المباركة. وقول أبي سعيد: إنها ليلة 21، نعم تتنقل، هي تتنقل، وترى الناس ينشطون إلى ليلة 27، ثم يبدأ العد التنازلي، بعضهم ربما ترك القيام إذا انتهى من ليلة 27، ربما تكون في 28 أو في 29 أو في ليلة 30، لا تدري، فاستمر على العمل. وقال المزني وابن خزيمة: إنها تنتقل كل سنة الليلة، جمعا بين الأخبار، يعني ليلة في ليلة 21 وهكذا 25 و27 و29. قال في الروضة، وهو قوي، أنها تتنقل. ومذهب الشافعي أنها لا تلزم ليلة بعينها، أم لا تلزم، لكن جاء حديث: ليلة القدر ليلة 27، عن من يا أبا عبد الله؟ ليلة القدر ليلة 27، هكذا نص، عن من؟ عن أبي هريرة، عن عبد الله بن عمر، عن معاوية بن أبي سفيان، صحيح، لكن الحافظ يقول هو موقوف، موقوف على معاوية رضي الله عنه. قال: وفي المنهاج وميل الشافعي إلى أنها ليلة 23، يعني الشافعي يقول ليلة 21 أو ليلة 23، وعن أبي حنيفة أنها في رمضان، لا يدرى أية ليلة هي، وقد تتقدم وتتأخر. نعم، أبو حنيفة يقول هي في رمضان، وهذا بدون شك، هذا بدون شك بأنها في رمضان، وما جاء من خلاف فالاعتبار به. قال رحمه الله: وعندهما كذلك، إلا أنهما متعينة لا تتقدم ولا تتأخر، على كل من وفقه الله وسدده وأعانه على هذه الليالي فإنه يقومها وينال بالظفر في هذه الليالي والربح الكبير. قال الشوكاني رحمه الله: ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة. الاعتكاف هو المكث في المسجد، وهو حبس النفس في بيت الله لطاعة الله، فإذا كان داخلا وخارجا ما هو معتكف، ليس معتكفا. مرة في سنة من السنين اعتكف معنا رجل يعني مسكين، فكان نصلي وهو ينام، والصبح يذهب يبيع ويشتري ويرجع، قبل أن نقوم يدخل المعتكف ويرقد، ويظن أنه يعني معتكف، ما هو صحيح هذا. لو أنه مثلا بقي هكذا خير له، لكن من أجل أن يري الناس، وهذا بلى والله، أن يكون العمل من أجل الناس، العمل يكون لله تبارك وتعالى،
وإذا أصبح يتندر وأنا بعت واشتريت ورقت ونعوذ بالله. طيب، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة. أيضا مما ينبه عليه في هذه الديار المباركة أن بعض المعتكفين يريد أن يأكل القات. طيب، هذا معتكف، هذا نعم جاء بالمتكة وصار آكلا لهذه الشجرة الخبيثة، لا، يجب أن تنزه بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى، وألا تدنس بهذه الشجرة الخبيثة التي أوصلت بعض الناس إلى ما أوصلتهم إليه. قال رحمه الله: لما ثبت من حديث عائشة في الصحيحين أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا، الحاجة يعني كقضاء الحاجة، غائط وبول أو طهارة ووضوء أو ما لا بد منه. أما أنه يكون هكذا ذاهبا آيبا، ولهذا الصحيح أن المعتكف لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة ولا يخرج من المسجد، وإن خرج خرج لحاجة، فإذا انقضت هذه الحاجة عاد ورجع إلى المعتكف. وأخرج أبو داود عنها قالت: كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وفي إسناده ليث بن أبي سليم، المرفوع ضعيف، والصحيح أنه من قولها أنها كانت إذا مرت على المريض تسأل عنه سؤالا ولا تعرج عليه. قال الحافظ: والصحيح عن عائشة من فعلها، يعني أنها هي التي فعلت ذلك. أخرجه مسلم وغيره، وقال صح ذلك عن علي. الأشار أخرجه مسلم إلى رقم مسلم، نعم نريده مسلم. قال رحمه الله: وأخرج أبو داود عن عائشة أيضا قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. من مبطلات الاعتكاف الجماع، والمعتكف لا يجوز له الرفث في حال الاعتكاف. قال الله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا ذهب إلى البيت ليجامع أهله ثم رجع بطل اعتكافه، لأن الله جل وعلا قال: ولا تباشروهن، أي الزوجات، وأنتم عاكفون في المساجد. فالآن في عبادة، عبادة تفرغ. نعم. وهكذا في الحج، في قول الله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كثرة الكلام مع زوجة، لا، هذا مما لا ينبغي. نعم، هذا المعتكف يقال له استغل وقتك. أما مجابرات كما قرأنا للإمام ابن القيم، يعني يصير يتحدث مع الناس، الاعتكاف لون واعتكاف هذا لون آخر،
ليس من جنس اعتكاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا، الإبطال لا يقال، لكنه لم يعتكف كما ينبغي. قال رحمه الله: وأخرجه أيضا النسائي، وليس فيه قالت السنة، يعني من قولها. قال أبو داود: عبد الرحمن ابن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة. وجزم الدارقطني بأن القدر من حديث عائشة قولها لا يخرج وما عداه ممن دونها، يعني ليس هنا يعني قول من السنة، يعني هو له حكم الرفع، لكن هذا لم يثبت عنها رضي الله عنها، وإنما هو من قولها. وهنا سبق الشيخ أحمد الشاكر يقول سبق أن يعني نقل كلام أبي داود، أن نقل كلام أبي داود الدارقطني فلا داعي لتكراره، وانفراد عبد الرحمن ابن إسحاق بزيادة قول عائشة السنة لا يضر، فإنه ثقة تقبل زيادته، ومثل هذا حكمه أن يكون مرفوعا عند أهل العلم بالحديث. قال رحمه الله تعالى: قال في المسوى: اتفق أهل العلم على أن المعتكف يخرج للغائط والبول ولا يفسد به اعتكافه. نعم، يخرج، أنه أين يقضي حاجته، فلا بد نعم أن يخرج فيرخص له ولا حرج عليه للحاجة. ولا يخرج للأكل والشرب إذا كان يؤتى له بالأكل والشرب إلى المسجد، لا يخرج. لكن إذا لم يوجد من يأتي له بالطعام والشراب فله أن يخرج للطعام والشراب لقدر الحاجة ثم يعود، لقدر الحاجة ثم يعود. قال رحمه الله: ولا يخرج للأكل والشرب، ويجوز غسل الرأس وترجيل الشعر وما في معناه. معنى ذلك أن المعتكف يعتني بنظافة مكانه وجسده، يغتسل، ولهذا النبي كان يدخل رأسه، وعائشة في حجرتها فترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نظافة. لو احتاج إلى الاغتسال لمثلا وجود الرائحة الكريهة واغتسل، لا حرج عليه، لا، للحاجة، وهذه هو يعني في عبادة، وإلا إذا لم يكن عنده قدرة ليس واجبا عليه أن يعتكف. الاعتكاف هو مشروع وليس بواجب، مستحب. قال رحمه الله: وأكثرهم على أنه لا يجوز له الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة إلا أن يخرج لحاجة فيسأل المريض مارا. نعم، المعتكف ليس له أن يعود مريضا أو أن يشهد جنازة، لكن لو أنه خرج ووجد لحاجته لغائط أو بول أو طعام أو شراب، فوجد مريضا فسأل عنه، أم لا حرج في ذلك، يسأل عنه في حال مروره، أما أن يقصد الزيارة فلا. قال رحمه الله: وإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء من هذا جاز له أن يخرج عند الشافعي، ولا يجوز عند أبي حنيفة كذا في شرح السنة.
لو أنه شرط وقال أنا سأعتكف لكن إن جاء المرتب سأخرج، يعني أخذ مرتبي، أو سأخرج في الليلة الفلانية أشتري حاجة العيد لي ولأولادي، الإمام الشافعي يقول لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ولو أن الإنسان نوى الاعتكاف ثم عرض له عارض فله أن يقطع وله أن يعني يقضي أو أن يعتكف ولو في شوال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتكف زوجاته جئنا ويعني كل واحدة صنعت لها خيمة قبة، فأمر النبي بنقض قبته ثم اعتكف من شوال، وقال صلى الله عليه وسلم البر أردنا، ما أردنا البر، وإنما الدافع هي الغير. ذكر مسلم رحمه الله ابن عمر أن النبي كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وحديث عائشة قالت كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وحديث عائشة كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل ما اعتكف، وإنه أمر بخبائه فضرب، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر إلى الأخبية فقال البر تردنا، فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. ما ذكر لكن يتأكد يعني من وجوده في صحيح مسلم رحمه الله. طيب إلى هنا بارك الله.